بالنسبة للأشغال مالتنا احنا نشتغل منجل وباذورة سكينة مسحاة كرك معظم ذني المواد يعني اللي نبيعهن على الفلاح. والله أنا أعرف عن باب مدينة أثرية. نعم رايح لزاير. زاير بها هي كانت الآثار منطقة الآثار كانت يعني بناء قديم وكله مكشوف فما بي يعني ذيك السياحة القديمة يعني السياحة حديثة هسه اكو منتجعات يصير بالدول الأوروبية والدول العربية. احنا هنا عندنا ماكو ما موجودة هاي. كانوا سابقا يجون السواح اللي يجون للعراق اللي قبل ذاك العهد اللي السابق يجون للعراق هنا يفترون بالمدن العراقية يفترون يشوفون الأعمال اليدوية اللي قاعد ينتجها العراق وقسم من عندها يشتروها من سوق الحداحدة من سوق الصفافير يعني من ذن القضايا اكو قضايا تجلب النظر شوية يشترون من عندها. احنا بالنسبه انه يشترون من عندنا ذني منجل وباذوره يدويه هذه يستخدمها احنا لان يقول لك هذه اشبه بالتحفه. بس هم بالنسبه لنا احنا هذه يعني مساله جدا طبيعيه. هو ياخذها يشتريها او غيره يشتريها. Thank you.